بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه الدروس التي تعقد بمشيئة الله في هذا المسجد المبارك في المسجد الحرام في هذه الأيام من الشهر الحرام، شهر ذي القعدة عام 44,400 للهجرة، نستكمل فيها ما بدأنا بشرحه من كتاب الجامع في صفة الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي من أقامها حق إقامتها نور الله جل وعلا طريقه، فهي نور. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة فقال: وأقيموا الصلاة. وإقامتها بإقامة أركانها وواجباتها والحرص على سننها وآدابها والحذر من مبطلاتها، وألا يعتر الصلاة ما ينقص أجرها أو يخل بها. نعم، سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، حفظه الله تبارك وتعالى وجزاه عنا خيرا، في شرح كتابه المسمى بالجامع في صفة الصلاة. قال حفظه الله تبارك وتعالى: 30 الركعة الثانية، ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه: ثم يكبر حين يرفع رأسه. نعم، وقف الحديث بعد انتهاء بيان ما يجب ويفرض ويسن من أفعال وأقوال في الصلاة من مبتدئها واستفتاحها حتى انتهاء الركعة الأولى. واليوم يأتي بيان ما يتعلق بالركعة الثانية من ركعات الصلاة. الركعة الثانية تبدأ بالرفع، رفع الرأس
من السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجود يكبر، يقول الله أكبر، لينهض إلى الركعة الثانية. وكل رفع أو خفض في الصلاة فحقه التكبير إلا ما خص من الرفع من الركوع بأن يقول سمع الله لمن حمده. وإذا كان مأموما قال ربنا لك الحمد، وإلا فالمشروع في كل خفض ورفع التكبير. وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه ثم يكبر حين يرفع رأسه، يعني من السجود، فإذا رفع رأسه من السجود لينهض إلى الركعة التي بعدها فإنه يكبر. نعم. قال حفظه الله: وينهض قائما. وها هنا مسألتان، الأولى صفة النهوض، الأول أن يعتمد على ركبتيه لا على الأرض فينهض على صدور قدميه ويرفع يديه قبل ركبتيه، وهو قول الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم، واستدلوا بحديث وائل بن حجر المتقدم، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم. قال: وينهض قائما. ينهض من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية قائما. في قوله ينهض كيف يكون النهوض؟ ما صفة النهوض؟ اختلف أهل العلم في صفة النهوض للقيام على قولين، وهذا الاختلاف في سنية الأمر، إذ لا خلاف بين أهل العلم في جواز فعل أحد الصفتين، لكن الخلاف حدث في الأفضلية وأيهما أفضل في الصفتين. فذهب الحنفية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة واختاره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، إلى أنه يعتمد على ركبتيه إذا أراد النهوض، فلا ينهض معتمدا على يديه إنما على ركبتيه. واستدلوا بحديث يرويه الصحابي وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. معنى رفع يديه قبل ركبتيه أنه يعتمد على ركبتيه فلا يعتمد على يديه. وإذا أراد السجود كما تقدم معنا يضع ركبتيه قبل يديه،
ومثلها إذا أراد أن ينهض لا يعتمد على يديه، كما أنه لم يعتمد على يديه حين السجود، فإنه يعتمد على ركبتيه. وهذا نص في صفة النهوض في حديث صحيح عند البخاري وغيره. الصفة الثانية، نعم، قال حفظه الله: أن يعتمد على يديه في النهوض، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية في مذهب الحنابلة إذا شق عليه. واستدلوا بما أخرجه البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمر بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال ابن حجر رحمه الله: وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء وهو باليد. نعم، الصفة الثانية التي وردت في صفة النهوض من الركعة الأولى للركعة الثانية أن يعتمد على يديه، إذا أراد النهوض اعتمد على يديه لا على ركبتيه، وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وأيضا قال بهذا القول الحنابلة إذا شق عليه أن ينهض معتمدا على ركبتيه أن ينهض معتمدا على يديه. واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. كيف ولا أريد الصلاة؟ قال شراح الحديث: في هذا احتمال معاني. الاحتمال الأول: وما أريد الصلاة يعني أني قد صليت الفريضة، فأنا أصلي بكم نافلة، وإمامة المتنفل بالمفترض جائزة، وفيها حديث معاذ المشهور: أفتان أنت يا معاذ؟ فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بأهل حيه، هو له نافلة وهم لهم فريضة، فإمامة المتنفل بالمفترض جائزة، فيأمهم ما يريد الصلاة، يعني الصلاة المفروضة، لأنه قد صلى قبل ذلك، وإنما يصلي بهم نافلة. ومقصد الصلاة التعليم، ومقصد الصلاة التعليم، وهذا محتمل، وفيه أيضا المشروعية أن يصلي الإنسان بغيره صلاة نافلة ليتعلم المأموم معه كيفية الصلاة. فتجد الرجل في بيته يصلي بأهله بأولاده ليعلمهم الصلاة، فيجمعهم في وقت لا يكون وقت نهي، ثم يصلي بهم نافلة
ليعلمهم كيف تكون الصلاة في القيام، في الركوع، في السجود، في أفعال الصلاة، في أقوال الصلاة. فهذا مشروع ويحمل عليه ما جاء عن مالك بن الحويرث بقوله: وما أريد الصلاة. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أي أصلي صلاة التعليم، أي أريد أن أصلي بكم الصلاة لأجل التعليم. ولذلك قال ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل، ليس من باب التشريك مع الله في العمل. ما أريد الصلاة يعني ما أريد الصلاة المكتوبة المفروضة، ولكن الصلاة النافلة بغرض التعليم. وهذا محتمل، ويحمل عليه قول مالك رحمه الله بن الحويرث: وما أريد الصلاة. وهناك احتمال آخر بقوله: وما أريد الصلاة، يعني ما أريد الصلاة بكم إماما إلا لغرض تعليمكم، وإلا لا رغبة لي في الصلاة إماما، وإنما غرضي في إمامتكم التعليم. والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا تعليم، وهو يريد الصلاة وهي أيضا في مقام التعليم. فعلم الصحابة صفة الصلاة من صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر صفات الصلاة جاءت بالرواية بالفعل لا بالقول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الحج: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني المناسك بما ترونه مني من فعل أو قول. فيتعلم الإنسان من إمامه كيفية الصلاة. فقال: ما أريد الصلاة يعني إماما إلا لتعليمكم. وهذا أيضا مشروع. قال: وما أريد الصلاة ولكن أريد، وهذا تصريح من مالك رضي الله تعالى عنه بمراده من الصلاة إماما أو الصلاة متنفلا، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال، يقول الراوي: قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاة مالك بن الحويرث؟ قال: مثل صلاة شيخنا، يعني عمرو بن سلمة. وكان عمرو بن سلمة إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وقد علق ابن حجر على ذلك بقوله: يستفاد من الاعتماد، قال: واعتمد على الأرض، يعني أنه اتكأ بيده. قال: يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد، لأنه افتعال من مفاعلة أرض ومعها غيرها،
الأرض واليد، فاتكأ باليد على الأرض. وهنا دليل على ورود الصفة الثانية، فحمل بعض أهل العلم للجمع بين الحديثين، الحديث الذي جاء معنا من حديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل ركبتيه إذا أراد النهوض، وبين حديث مالك بن الحويرث بما ذهب إليه الحنابلة بأن الحديث الأول وهو أن الاعتماد على الركبتين في النهوض لا على اليدين بأن هذا هو الأصل وهو الأفضل، وأن حديث مالك بن الحويرث عند ماذا؟ عندما يشق عليه الأمر، وذلك لأن حديث مالك بن الحويرث متأخر، إتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم ومكوثه عند النبي صلى الله عليه وسلم الأيام ليتعلم الصلاة ثم رجع إلى قومه يعلمهم كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بعدما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر سنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه عند النهوض يجلس، سيأتي معنا جلسة الاستراحة، فقالوا إذا شق عليه أن ينهض معتمدا على ركبتيه لا على يديه فإنه يعتمد على يديه لأن هذا أرفق به وأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت الأمر في هذا واسع، إلا أن أهل العلم متفقون على أنه إذا شق عليه النهوض بالاعتماد على ركبتيه لمرض أو سمن أنه يعتمد على الأرض. قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالف في هذا. نعم، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، فأهل العلم بالاتفاق على أنه من شق عليه النهوض بالاعتماد على ركبتيه لمرض أو كبر سن أو سمن فإنه يعتمد على الأرض، يعتمد على يديه. وفيه حديث مالك وهو أصل في هذه المسألة، فلا حرج، ولكن إن تيسر أن ينهض معتمدا على ركبتيه فيرفع يديه قبل ركبتيه فهذا حسن لحديث وائل بن حجر، إن شق الأمر فإن الأمر واسع، يعتمد على يديه، وقد اعتمد خير الورى صلى الله عليه وسلم بما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الثانية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية، في كل ركعة يقوم عنها ولا يعقبها تشهد، وهي فاصلة بين الركعتين وليست من واحدة منهما. ناسب أن يبين حكم جلسة الاستراحة التي موضعها بعد القيام بعد النهوض أو بعد الرفع من السجود وقبل النهوض قائما، جاء ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهي في كل ركعة يقوم عنها ولا يعقبها تشهد، يعني للقيام الركعة الثانية
أو القيام للركعة إيش الرابعة، فهذه المواضع هي مواضع جلسة الاستراحة، فما حكمها؟ ما حكم جلسة الاستراحة؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: واختلف العلماء فيها على قولين، الأول أنها لا تشرع، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله: وقال الأكثرون هي غير مستحبة. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ويشهد لذلك أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، انتهى. واستدلوا بترك أكابر الصحابة لها، وأنها لم ترد إلا في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم قد كبر وثقل. نعم، حكم جلسة الاستراحة قول جمهور أهل العلم بأنها غير مشروعة، قول جمهور أهل العلم بأن جلسة الاستراحة غير مشروعة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأمور: الأمر الأول أن أكابر الصحابة المختصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلونها، وهذا من أكثر وأقوى من أقوى ما يستدل به على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. والذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين صلوا معه السنين ذوات العدد، لم ينقلوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة. ولذلك قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، يعني أنها غير مستحبة كما قال ابن رجب. قال الأكثرون هي غير مستحبة. ونقلت جلسة الاستراحة عن مالك بن الحويرث في حديث مالك في صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك في آخر حياته لما كبر وثقل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: الثاني أنها مشروعة، وهذا مذهب الشافعية، وهي رواية في مذهب الحنابلة، وهي التي استقر عليها قول الإمام أحمد، واختاره ابن حزم وشيخنا ابن باز، واستدلوا بما أخرجه البخاري من حديث مالك ابن الحويرث المتقدم، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وبحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه المتقدم، وفيه: ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وجاء في إحدى روايات المسيء صلاته عند البخاري: ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فإن فعلها فإنه يجلس مفترشا أو مقعيا، ويكون تكبيره موافقا لجلسته. قال الماوردي رحمه الله: فإذا تقرر أن هذه الجلسة سنة، فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين: أحدهما أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن، فعلى هذا يرفع من سجوده غير مكبر،
فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبرا. والوجه الثاني أنه يجلس مفترشا لقدمه اليسرى مطمئنا كجلوسه بين السجدتين، فعلى هذا يرفع من سجوده مكبرا، فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة قام غير مكبر معتمدا بيديه على الأرض. وإنما اخترنا أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أمكن له، فسواء كان شابا أو شيخا قويا أو ضعيفا. نعم، القول الثاني أنها مشروعة، وهذا مذهب الشافعي أن جلسة الاستراحة مشروعة، وهي رواية في مذهب الإمام في مذهب الإمام أحمد، بل هي التي استقر عليها قول الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول ابن حزم من الظاهرية، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. والدليل على مشروعيتها حديث مالك ابن الحويرث الذي مر معنا، وقد أخرجه البخاري. وفي هذا الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني فيما يكون في بعد الركعة الأولى بعد الركعة الثالثة في الوتر، فإذا كان في وتر من صلاته بعد الأولى بعد الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فدل ذلك على أن مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا قبل أن ينهض في كل صلاة في وتر من ركعاتها. وأيضا حديث أبي حميد الساعدي المتقدم ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، جاء في إحدى روايات المسيء لصلاته لم يرفع حتى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه جلس جلسة الاستراحة، وهذا لا شك فيه. ولذلك ليس الاختلاف عند أهل العلم في وقوع الجلسة بل في مشروعيتها. طيب كيف نقول في مشروعيتها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها؟ قالوا في الاستحباب لها والسنية لها، فإن الاختلاف بين أهل العلم أنها جائزة، هذا بلا خلاف، أنها جائزة بلا خلاف، لكن عند من يقول بأن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات صفة صلاته لم تنقل جلسة الاستراحة، يقولون إن جلسة الاستراحة إنما تكون للحاجة. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويرث يروي الجلسة لأنه جاء إلى المدينة بعد أن كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن احتاج المصلي لكبر سنه
وضعفه أو مرضه أن يجلس قبل أن ينهض فلا حرج، وتسمى جلسة الاستراحة لأنها خفيفة لا ذكر فيها ولا يطيلها، وإنما يستريح استعدادا للنهوض. والذين قالوا بمشروعيتها قالوا لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، فكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة. نعم ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على الدوام، لكن لما فعلها ولو مرة واحدة دل على سنيتها. والأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولكن عند من يرى سنية جلسة الاستراحة كيف هي؟ هل إذا رفع رأسه يكبر ثم يجلس ثم ينهض، أم أنه إذا رفع من السجود جلس ثم كبر ونهض؟ صفتان. الأولى أن جلسة الاستراحة جلسة سريعة خفيفة، ولذلك إذا جلس يجلس على صدر قدميه غير مطمئن، لأنها ليست للإطمئنان وإنما للاستعداد للنهوض، وعلى هذا يرفع رأسه ولا يكبر، ثم إذا أراد النهوض كبر قال الله أكبر ونهض. الصفة الثانية قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيطمئن يجلس يفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى كجلوسه بين السجدتين، وعلى هذا يكبر منذ أن يرفع رأسه، يكبر يقول الله أكبر ويجلس ثم ينهض، فإذا أراد النهوض قام من غير تكبير، معتمدا على ماذا؟ معتمدا بيديه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة كان عليه الصلاة والسلام لم ينهض حتى يستوي قاعدا ثم يرفع معتمدا على الأرض، ينهض ثم ينهض معتمدا على الأرض يعني معتمدا بيديه. فموضع الاعتماد على اليدين بعد جلسة الاستراحة لمن يراها قوي، وهو موضعها الذي جاء النص بالتحديد فيه باعتماده على يديه عند النهوض. هنا مسألة أيضا، هل يلزم من فعل جلسة الاستراحة لمن يرى مشروعية جلسة الاستراحة أن يفعلها الإمام أم لا؟ وهل إذا لم يفعلها الإمام وفعلها المأموم يكون في هذا مخالفة وتأخر عن الإمام في المتابعة؟ نعم سيأتي هذا. قال شيخنا حفظه الله فإن كان مأموما ولم يفعلها إمامه فهل يتابع إمامه أم يجلس لها؟ لأن المخالفة يسيرة كما هو مذهب الشافعية واختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة، ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها، وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد
ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. نعم، إذا لم يفعلها الإمام فهل يفعلها المأموم؟ الشافعية على أنه، مذهب الشافعية على أنه يفعلها المأموم وإن لم يفعلها الإمام، لأنها يسيرة، والتخلف المخالفة هنا يسيرة، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، ولا يلزم من فعل المأموم للسنة أن يفعلها الإمام. قد لا يفعل الإمام بعض السنن ويفعلها المأموم، وهذا من باب الاتباع. وهذه المخالفة، التخلف اليسير عن الإمام، لا يضر، لأنه أولا فعل سنة عند من يراها. الأمر الثاني أن فعل السنن لا يلزم منه إذا فعلها المأموم أن يكون لابد أن الإمام أن يفعلها ليفعلها المأموم. وختام الأمر في جلسة الاستراحة بالكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إن جلسة الاستراحة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه جلسها، فهذا لا محل فيه للمناقشة والرد والأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جلس جلسة الاستراحة، وإنما تردد العلماء هل كان هذا لحاجة لكبر السن أو لأنها من سنن الصلاة، ثم قرر تقريرا بديعا فقال: ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها. إذا فعلها الإنسان لا ينكر عليه، وإن تركها إنسان لا ينكر عليه، محل اجتهاد، محل اجتهاد. ولذلك قال: وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فهو محل اجتهاد، ومثل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد لا تكون محل الإنكار أو نفور القلوب ونحو ذلك. ثم مال شيخ الإسلام إلى أنها غير مستحبة بقوله: والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب. فهنا يقوي ويميل إلى أن ترك الجلسة أولى من التخلف، وإن كان يرى أن هذا التخلف ليس من التخلف المنهي عنه. وعلى كل حال، فكما قررنا من قبل، المسألة الأمر فيها واسع، والله أعلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: 31 صفة الركعة الثانية، ويصلي الركعة الثانية كالأولى إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، إذا نهض للركعة الثانية فكيف يصلي هذه الركعة؟ يصلي الركعة الثانية كصلاته في الركعة الأولى إجماعا، بالإجماع أن الركعة الثانية كالأولى،
في ما تضمنته من أركان وواجبات، إلا ما جاء الدليل بتخصيص الركعة الأولى فيه، وسيأتي بيانه. قال شيخنا حفظه الله: وتخالف الركعة الثانية الأولى في أمور. الأولى أنه لا يكبر تكبيرة إحرام، لأنها لا تكون إلا في أول الصلاة. الثانية أنه لا يستفتح، وإنما يقرأ مباشرة، لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. الثالثة أنه لا يجدد النية، لأن الأصل أنه مستصحب النية لها. نعم، قلنا إن الإجماع منعقد على أن الركعة الثانية كالأولى إلا في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الركعة الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام، وإنما تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في أول الصلاة، وهذا واضح وبين. المسألة الثانية عدم الاستفتاح في الركعة الثانية، الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط، ويقرأ مباشرة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض، هذا نص، إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، كما كان سكوته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا للاستفتاح. الركعة الثانية ليس فيها استفتاح. هل يستعيذ فيها ويبسمل؟ سيأتي بيان هذا. المسألة الثالثة أنه لا يجدد النية، النية للصلاة في مبتدئها، لأن الأصل أنه مستصحب للنية، فلا يحتاج إلى أنه يجدد النية في كل ركعة. النية تكفي في أول الصلاة أنه يصلي هذه الصلاة المعينة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: واختلف العلماء في الاستعاذة للركعة الثانية. القول الأول أنه لا يستعيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختيار ابن القيم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها تسبيح وتحميد وتهليل. القول الثاني أنه يستعيذ في كل ركعة، وهو مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز رحمهم الله. واستدلوا بعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فمتى حصل الفاصل بين القراءتين شرعت الاستعاذة. هل يستعيذ في الركعة الثانية قبل قراءة الفاتحة؟ فإذا نهض الركعة الثانية قبل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يستعيذ. لماذا؟ لأمرين. الدليل الأول نص، والدليل الثاني استنباط. الدليل النصي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض
من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا نص في المسألة، فلم يقل أنه إذا نهض استعاذ استفتح بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدليل العقلي أو الاستنباطي في أن استعاذته في أول الصلاة كافية، لأنه لم يتخلل ما بين قراءته للقرآن في الركعة الأولى وقراءته للفاتحة في الركعة الثانية إلا ذكر، والذكر لا يكون إلا داخل في معنى القراءة. فالإنسان يقرأ القرآن فتمر عليه آية تسبيح فيسبح سبحان الله، فهل يقال إنها انقطعت قراءته؟ أو يأتي في التعظيم لله فيقول لا إله إلا الله، أو ذكر للنار فيستعيذ، أو ذكر للجنة فيسأل ربه؟ هذا من باب الذكر الذي لا يعد فاصلا يفصل القراءة عن القراءة الحالية عن القراءة السابقة. فالاستعاذة في أول الصلاة هي استعاذة للقراءة كلها، ولم يتخلل القراءتين سكوت، كل ما بين القراءتين ذكر، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تخللها تسبيح وتحميد وتهليل. القول الثاني أنه يستعيذ في كل ركعة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين في الركعة الثانية كما قال في الركعة الأولى، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، واختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ودليلهم عموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكل ما أراد الإنسان القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا قد حصل فاصل بين القراءتين فإذا أراد القراءة مرة ثانية استعاذ. والقول الأول فيه استدلال بنص خاص، والقول الثاني بنص عام، والخاص مقدم على العام، والأمر في هذا واسع، ولكن ما جاء في حديث أبي هريرة من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين نص، وأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، إنما تخللها ذكر لا يقطع معنى القراءة، وأنه في معنى قراءة القرآن يقوي القول الأول، والله أعلم. قال شيخنا حفظه الله: الثاني والثلاثون التشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، أو الأخير إن كانت الصلاة ثنائية. نعم، بعد أن يفرغ من الركعة الثانية يجلس للتشهد، وهذا التشهد يسمى التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، يجلس بعد الركعة الثانية
للتشهد، ويسمى التشهد الأول إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، ويسمى التشهد الأخير إن كانت الصلاة ثنائية. نعم. قال حفظه الله: فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد الأول إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، أو الأخير إن كانت الصلاة ثنائية، مفترشاً ويضع يديه اليسرى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض من أصابعها ما جاءت به السنة. أما الافتراش فصفته كصفة جلوسه بين السجدتين، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا قاعد في الركعتين قاعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. ولحديث عائشة رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. كيف يجلس للتشهد؟ يجلس أولاً مفترشاً. ما الافتراش؟ الافتراش أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، فيقعد على بطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وهذه الصفة كصفة جلوسه بين السجدتين، وهذا قد ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني: ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. اليدان كيف موضعهما حين التشهد؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما صفة اليدين في التشهد فإنه يشرع له ما يلي: أولا أن يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه، لحديث أبي حميد السابق، وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. نعم. صفة اليدين في التشهد أن يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، ورد هذا وورد هذا، أن يقبض ركبته اليسرى بكفه اليسرى، وأن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وسيأتي وضع الأصابع الآن في اليدين أولا، أو يضعهما على فخذيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. فقد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وفي حديث آخر، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه،
فورد على ركبتيه وورد على فخذيه، فكلا الأمرين مشروع، إما أن يضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين. أما الأصابع فكيف تكون هيئتها؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثانيا في هيئة أصابع اليد اليمنى ففيها صفتان: الأولى يقبض منها الخنصر وهو الأصبع الصغير، والبنصر وهو الذي يليه، ثم يحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. اليسرى يقبض بها ركبته اليسرى أو يضعها على فخذه اليسرى، أما اليمنى فإنه يضعها على ركبته اليمنى أو على فخذه، ولكن الأصابع لها صفة في اليمنى، أما اليسرى فإنها تكون جميع الأصابع منصوبة، يعني مبسوط يبسط بها على يد على ركبته اليسرى أو يلقم ركبته يده اليسرى، يقبض بها قبضا، إما أن يقبض بأصابعه ركبته اليسرى أو أن يضعها مبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرى، هذه صفة اليد اليسرى. أما اليمنى فإنه يقبض الخنصر وهو الإصبع الصغير والبنصر الذي يليه هذا، ثم يحلق بالإبهام مع الوسطى، هذه الوسطى وهذا الإبهام، يحلق بهما ويشير، يرفع السبابة هكذا، يشير ليس يعني يشير يحرك، وإنما يشير يعني يرفع بهذه الصفة، وهذا ورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما. الصفة الثانية، نعم. قال شيخنا حفظه الله: الثانية أن يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة فقط كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وردت صفة أخرى أن يقبض الأصابع كلها هكذا ثم يشير بالسبابة فقط، يرفع السبابة هكذا يقبض، وهذا ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هل مع الإشارة يحرك أو لا يحرك؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: والإشارة بالسبابة اليمنى دون أن يحركها مما اتفق عليه جمهور العلماء، بالاتفاق أن الإشارة مشروعة، الإشارة يعني الرفع هكذا وليس التحريك، الاتفاق على أن السبابة يشار بها دون التحريك، التحريك محل خلاف هل يحركها أو لا، على قولين. نعم. وإنما اختلفوا في تحريكها على قولين: الأول استحباب تحريكها وهو قول للشافعية ومذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله عند الدعاء، واستدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ولكن لفظة يحركها الأقرب أنها شاذة. نعم. الأول قالوا إن تحريك السبابة مستحب، وبعضهم قال مستحب عند الدعاء كاختيار شيخنا بن باز، وبعضهم قالوا يحركها بدون ما يقيدون ذلك بأنه عند الدعاء، فهم يقولون باستحباب تحريك السبابة، واستدلوا بحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة هكذا، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وهذا اللفظ لو صحت زيادة فرأيته يحركها لكانت نص في المسألة، لكن هذه اللفظة يحركها قال عنها ابن خزيمة ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة، ولذلك قال بعضهم بأنها شاذة، وبعضهم قالوا إنها زيادة، وزيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة. الثاني ترك تحريكها، وهو المعتمد عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة واختيار ابن حزم، واستدلوا بعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة، وإنما ثبت في الأحاديث الإشارة فقط، كما في حديث عبد الله بن الزبير ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، وفي حديث عبد الله بن عمر وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي حديث وائل عن عاصم ابن كليب عن أبيه فلما جلس حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. القول الثاني عدم التحريك، إنما يشير بها بلا تحريك، وهذا هو المعتمد عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة، واختاره ابن حزم. الله أعلم.